إذن مشاهدينا، المخاوف الدولية تتزايد على إثر الحرب الكلامية الحالية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث أن تلك الحرب قد تتطور إلى مرحلة جديدة أكثر تقلبا وتسارعا، وذلك في ظل تهديد كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية في المحيط الهادئ. بالمقابل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف خلالها زعيم كوريا الشمالية أمس الجمعة بأنه رجل مجنون. فإذا مشادة كلامية تحصل بين الزعيمين، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي. هذه العناوين وعناوين أخرى أيضا تتابعونها في نشرة أخبار الظهيرة في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية على شاشة أخبار الآن. كونوا معنا.